خير؟ على فكرة حتى لو أنت زعلانة مني مو طايقتيني، ما بيصير تخلي البنت تطلع بهي الطريقة وما تحكي معي من الصبح. بالعكس لازم تقولي لها بابا بيحبك وعم يروح على الشغل كرمالك، حتى لو أنت مو مقتنعة بالحكي. ورد شبك من عقلك؟ من كل عقلك أنا بدي أقول لميرة ما تحكي مع بابا وزعلي منه؟ بنتك كبيرة وعم تشتاق لك، طبيعي تتصرف هيك، طبيعي اثنيناتنا نتصرف معك هيك. طيب 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 عم بحكي معك، مو المفروض انت تحاكيها؟ حاكيتها ورد، حاكيتها، بس والله العظيم معنا حق. بعرف انه انتو ما حكون حق، هذا الشيء بعرفه وحافظه، بس كمان انا عندي شغلي ومهنتي، وهذا الشيء بتعرفيه من زمان وقبل ما نتجوز، وبتعرفي انه انا رح امر بايام صعبه. بتعرفي هذا الشيء ولا لا؟ المشكله ورد انك عم تحمل امور شغلك زياده، فعم تحملني وتحمل بنتك زياده. اخر فتره عايش لشغلك وبس. على فكره هاي النغمه صار لي فتره عم بسمعها، بس يمكن هلا زايده شوي. من اول ما تزوجنا بعرف انه شغلك صعب، وبعرف انه انت شخص مجتهد ومميز وفي عليك اعتماد كبير، بس مثل ما عندك واجب هون. بعرف انه هون واجبي واكثر واكبر، هذا الشيء بعرفه، ويمكن انا اكون مميز مثل ما عم تقولي بشغلي، بس بتعرفي شو؟ خلاص ما بدي احكي بشرح لك اكثر من هيك، لانه شو ما حكيت انا بنظرك رح كون غلط. بدي منك بس تساعديني وتوقفي حدي. انا عم بتضايق وعم بتعب لانك بعيد، ولاني بحبك وعم بشتاق لك، بس انا واقفه معك رح ضلني جنبك على طول، بس لا تطلب مني ما اتضايق، ما بقدر. طيب طيب خلاص بوعدك، عوض لك اياها، بوعدك رح احاول، رح اعمل كل جهدي لحتى اظبط الوضع. فيني اروح على شغلي هلا بدون ما تفطر؟ لا قصدي فيني اروح على شغلي من بعد ما افطر. بدي البيت بعيني. عم تتشرطي كمان. روحي جهزي ثيابك. يلا.